أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تأملتم هذه الآيات ولا شك أنكم علمتم ما شاء الله أن تعلموا وسوف تزدادون إن شاء الله علما. فهل هذا العلم يقرأ على الأموات؟ لما نضع الميت بين أيدينا ونقرأ عليه يفهم، يتعظ، يقوم يصلي، يعلن عن توبته؟ فما سر قراءة القرآن على الموتى؟ الجواب وقد سمعتموه وعلمتموه ولكن حولكم زوار ما سمعوا هذا، هذا من كيدي ومكري ما نسميه بالثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية. نظروا إلى الأمة، أمة الإسلام من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا، فقالوا كيف عزت هذه الأمة وسادت وانتشر الإسلام في العالم؟ قالوا سببه القرآن. إي والله إنه القرآن، لأن القرآن الكريم بمثابة الروح، فهل يوجد حيوان حي بدون روح؟ مستحيل. فالإنسان بالقرآن يحيا ويصبح يسمع ويبصر وينطق ويأخذ ويعطي. فعرفوا أن هذه الأمة التي كانت هابطة لاصقة بالأرض مزقها المجوس والنصارى في الشرق والغرب، قالوا حيت فعزت وسادت بالقرآن الكريم. وكأنهم بحثوا في القرآن هل يجدون آية تدل على أن القرآن روح، فوجدوا إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما الذي أوحى إليه؟ القرآن. فساد العرب وعزوا بالقرآن، إذن فهيا بنا نصرفهم عن القرآن فيهبطوا.
ونظموا أمرهم وعملوا، فماذا يفعلون؟ قالوا إذن القرآن تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر. ومن أراد أن يقف على هذه الحقيقة فعليه بحاشية الحطاب على خليل، تجدون هذا القول تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. إن فسرت آية وأصبت فأنت مذنب إذ لا حق لك في هذا، وإن أخطأت ما أصبت تفسير الحق فأنت كافر. فكمموا أفواه المسلمين وألجموهم بلجام، ما أصبح المسلم يقول قال الله أو قال الله أو يقول الله. إذن فماذا نصنع بالقرآن وقد حرم علينا تفسيره؟ قالوا إذن نقرأ على الموتى، فإذا مات الميت جمعوا له أهل القرآن وبمقابل وبطعام وشراب، ويقرؤون 3 ليال 7 ليال 40 ليلة عند بعض الأغنياء. لعلكم تشكون في هذا، والله لك ما تسمعون. جهلون لما أبعدون عن القرآن فجهلنا، فأصبح القرآن يقرأ على الموتى. ولطيفة ذكرناها، جاء والي عام لمدينة من مدن الجزائر وقال له وهران، جاء من فرنسا فأخذ يتجول مع رجال أعيان البلاد، فمروا بالمساجد فوجدوا كتاتيب قرآن، أطفال في أيديهم الواح يقرؤون ويكتبون. أصدر قراه بمنعهم، قال ما هم في حاجة، الدولة غنية تفتح المدارس، فتحت المدارس، لما هؤلاء يقرؤون في الألواح والخشب وفي المساجد؟ حكومة ما عندها مدارس. صدر الأمر بمنعه، فوفق الله عز وجل مؤمنا من المؤمنين من أعيان البلاد، فقال يا مسيو هؤلاء يقرؤون القرآن من أجل أن يقرؤوا على الموتى، ذي المهمة، ماذا يفعلون على الميت إلا هذا، على الموتى فقط؟ قال إذن اتركوهم يقرؤوا. ففتحوا الكتاتيب. عرفتم كيد العدو. وما زلنا إلى الآن أيضا ما نجتمع على آية من كتاب الله نتدارسها، لا في البيت ولا في الدكان ولا في البستان، فضلا عن المسجد. وقد كررنا القول أيضا وقلنا أيكم قال له أخوه يا فلان من فضلك تعال أسمعني شيئا من القرآن، وطعط راسه وأصغى وأخذ يسمع هاته. فعن هذا، أين جماعة جلسوا تحت ظل شجرة أو في مكتبهم ثم قالوا من يسمعنا من فضلكم شيئا من كتاب الله وأصغوا؟ اللهم إلا ما كان من العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه حفظه الله وأطال عمره وأخذ من عمر إلى عمره، فإنه إذا جلس يقول أسمعون شيئا من القرآن. هذا الذي رأينا، وهيا بنا ندخل هذه الأنوار ونشاهد هذا القرآن. قول ربنا ويسألونك عن الجبال، من هؤلاء السائلون؟ إنهم الملاحدة المشركون البلاشفة الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة ولا يعتقدون أن هناك وجودا غير هذا الوجود وحياة غير هذه الحياة.
فلما دعاهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله إلى الإيمان باليوم الآخر قالوا هذه الجبال من يزيلها؟ ويسألونك عن الجبال، قل لهم يا رسولنا بلغهم ينسفها ربي نسفا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوشة. الجبال ينسفها ربي نسفا فإذا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أرض كالصحيفة البيضاء لا انخفاض ولا ارتفاع ولا جبل ولا تل. وهذه أرض المعاد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي غير السماوات. إذ السماوات هذه تذوب تكون كالمهل تذوب ذوبا بما فيها، والأرض مثل ذلك، ويأتي الله بسماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض. آمنا بالله. يومئذ يتم هذا التغير الكامل الأرض والسماء، يومئذ يتبعون الداعي. تعالوا إلى ساحة الفصل القضاء، إلى ساحة الحساب والجزاء، تعالوا. يومئذ يتبعون من؟ حكام وسلاطين وإلا قادة، يتبعون الداعي لا عوج له أبدا، صوت واحد يمشون وراه. إلى أين؟ إلى ساحة فضل القضاء، فصل القضاء. قال وخشعت الأصوات للرحمن، أصوات الخليقة كلها في تلك الساحة البيضاء خشعت ذلت وانكسرت وما أصبح يرفع لها صوت. خشعت الأصوات للرحمن ذلت وخضعت فلا تسمع إلا همسا، إلا كما تسمع صوت حوافر الإبل ذاك الهمس. يومئذ، يومئذ يقع ذاك، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. اعلموا، والعلم ينفع بإذن الله، أن هناك شفاعة بل شفاعات، ولكن اعلموا أن الشفاعة لا تتحقق إلا بأمرين. الأول أن يكون المشفوع له موحدا غير مشرك ولا ظالم. ثانيا أن يكون الشافع قد أذن له الرحمن أن يشفع. فمن لم يأذن له الرحمن أن يشفع والله ما يشفع أحد. وإليكم الصورة الآتية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. لما تقف البشرية على صعيد واحد، لا تل ولا جبل ولا رمل ولا كالصحيفة البيضاء، وهم ينتظرون حكم الله فيهم وقضاء عليهم في ذلكم اليوم الطويل الذي مقداره والله 50,000 سنة من أيامكم هذه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والبشرية واقفة
والشمس غير هذه الشمس أيضا تدنو. والعرق والله إن من الناس من يلجم إلجاما ومن يصل إلى عنقه إلى صدره إلى ركبتيه إلى كعبيه أنجاهم أطهرهم. فتهيج البشرية وتموج فيأتون آدم عليه السلام يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، ما يستطيع أحد أن ينادي الله ويقول يا رب افعل. فيأتون آدم عليه السلام فيعتذر ويقول لهم كيف أكلم ربي وقد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده، كيف أكلم وقد عصيت، ويذكر خطيئته وزلته، تلك الخطيئة التي عندنا نحن لا شيء، وهو أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عن أكلها. عرفتم؟ والناس الآن يشربون الخمر ويأكلون ما شاءوا، الربا والفجور. آدم عليه السلام وهذا كله تدبير العليم الحكيم، نهاه هو وزوجه حواء أن يأكل من هذه الشجرة، فزين لهم الشيطان أكلها فأكلها فكانت خطيئة، فاستوجبت إخراجهم من الجنة وإبعادهم إلى الأرض. فيقول آدم عليكم بنوح، عليكم بنوح. فيأتون نوحا فيعتذر والله ويعتذر ويذكر خطيئة، ما خطيئته؟ دعوته بتدمير الكافرين، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما من حق أن يدعو بهذه الدعوة كاملة، قد يخلق الله من أصلابهم من يعبد الله. قال عندي خطيئة، كيف أواجه ربي؟ أنا ما أستطيع. عليكم بإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول عندي ثلاث خطايا، أذنبت ثلاث مرات، كيف أكلم ربي؟ وقد كررنا القول وقلنا إن خطايا إبراهيم أفضل من حسناتنا نحن، لأنه ما أخطأ إلا لله، وهي قول كذبت ثلاث كذبات، كيف خاطب ربي؟ كذبات ثلاثة أفضل من صدقنا. ما الكذبة؟ الكذبات الثلاث. الكذبة الأولى لما كسر أصنام المشركين وحطمها وسألوا قالوا من فعل هذا بآلتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلتنا يا إبراهيم، قال بل فعل كبير. ماذا؟ يشير إلى أصبعه وهو يشير إلى الصنم الأكبر الذي علق فيه الفاس، لأن الفرصة كانت جميلة وجديدة متاحة يوم عيد، فخرج أهل البلاد كلهم يفرفشون وأخذوا الحلويات والأطعمة ووضعوها عند الآلهة وخرجوا. فهي تخرج إبراهيم قال إني سقيم، فنظر في النجوم ليوهمهم لأنهم يعبدون النجوم، إني سقيم سامحوني ما نستطيع. فتركوه في القرية فانهال على آلية فكسرها كلها بفاس، وربط الفاس في عنق الصنم الكبير، فلما جاءوا يستنطقون قال كبيرهم هذا، فعد هذه كذبة. والثانية، الثانية قوله إني سقيم، والثالثة لما ذهب مع أخته مع جامع زوجته سار إلى الديار المصرية، وجاء القوادون يريدون أن يأخذوها للملك، قالوا هذه حسنة ما رأينا مثلها،
فلما أخذوها قال لها إذا سألك هذا الطاغية لا تقولي زوجي فيقتلني، قولي أخي فإنه لا أخ لك في الأرض إلا أنا، إذ لا يوجد من يعبد الله وحده إلا أنا وأنت. فهذه اعتبرها أيضا كذبة. فصلى الله على إبراهيم وآله وسلم. إذن وأحالهم على موسى، فموسى قال أنا قتلت قبطيا، هو قتل خطأ ما هو عمد كذا ولا لا، أراد أن ينجي مظلوما فنفع فلا تطلط لك مولك ما مات. قال كيف أكلم ربي وأنا قتلت نفسا؟ عليكم بعيسى. فجاءوا إلى عيسى فلم يذكر ذنبا قط، فلم يذكر عيسى ذنبا فعله قط. عرفتم هذا؟ ما أذنب، ما سبب هذه المناعة هذا الحفظ؟ دعوة جدته حنة لما حملت بمريم في بطنها قالت ربي إني وضعتها أنثى، ربي إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جدة استفاد منها ابن البنت، رب إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلم يقاف عيسى ذنبا قط، وعاش 33 سنة شابا أيضا، وسوف ينزل ويعيش 33 سنة أخرى أو 30 سنة ولم يذنب ذنبا قط بدعوة جدته. ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، لأن الله علمه ذلك في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى تفيد من الله التحقيق، هذا هو المقام المحمود الذي حمدوا عليه أهل الأرض كلهم، هذا المقام المحمود. قال فآتي فأخر ساجدا تحت العرش، عرش الرحمن فوقه يخر ساجدا، ثم يلهمني يا ربي محامدا، أي ألفاظ حمد وثناء ما كنت أعرفها، فلا أزال أحمده وأثني عليه حتى يقول لي محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يقبل الله شفاعته ويأخذ في الحساب والجزاء لفصل القضاء. إذن ونحن مع قوله تعالى يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن أولا ورضي له قوله. لو يأتي نبي يشفع لك تبث والله ما يرضى عنك، يقبل شفاعة ثم تقبل شفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أولا ويرضى ثانيا. إذا لم يأذن الله لعبد في الشفاعة لن يشفع، وإذا أذن له وأراد أن يشفع في من لم يرضى الله عنه والله ما تقبل له شفاعة. فلهذا الشفاعة تنفع أهل التوحيد فقط، أما أهل الشرك فلا لا. ثم يقول تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. من هو هذا؟ هذا الله جل جلاله وعظم سلطانه، يعلم ما بين يدي البشرية وما خلفها من الماضي والمستقبل، وهم لا يحيطون بعلمه شيئا.
كيف لا يعبدونه؟ كيف لا يخافون؟ كيف لا يرهبون؟ كيف لا يتملقون؟ كيف كيف كيف؟ وهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ويجزيهم على ذلك العمل بين أيديهم وخلفهم. ولا يحيطون به علما. ومن يحيط بالله علما؟ نعلم عن الله صفات الجلال والكمال لكن لا نحيط به علما. والرسول يقول أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. إذ كان ولم تكن الأكوان كلها، لا سماء ولا أرض ولا بحر ولا كان ولم يكن شيئا شيء، ثم يبقى ولم يبقى شيء في الأكوان، ويستقر أهل الجنة في جنتهم وأهل النار في نارهم. ثم قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، ذلت وانكسرت وتحطمت الوجوه التي كانت ترفع رأسا متكبرا، ترفع رأسا لغير الله في تلك الساعة. عنت الوجوه للحي القيوم، ذلت وانكسرت، وإلا لا ما بقي من فراسه أو يلتفت. وقد خاب من حمل ظلما. ما معنى خاب؟ خسر بالضبط. خاب خسر، خاب في تجارته خسر، خاب في امتحانه خسر، خاب في زواجه خسر، خاب بمعنى خسر. واقرأوا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، أي شركا وكفرا وذنوبا وآثاما حملها على ظهره، ومر هذا يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، يحملون أطمان الذنوب يعرفون بها في عرصات القيامة، والعياذ بالله. خاب وخسر من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ما قال ومن عمل من الصالحات، لأنه يريد أن يهدينا، أن يربينا، أن يكملنا، أن نفيق من سكرتنا وأن نقبل على ربنا. فيقول ومن يعمل، من؟ أبيض أسود عربي عجمي في الأولين في الآخرين في الجن في الإنس. ومن يعمل من الصالحات. ما هي الصالحات؟ فتيات وإلا لقومات؟ الصالحات جمع صالحة، وهي القولة أو الفعلة التي إذا قلت وفعلتها أنتجت لك في نفسك الزكاة والطهر. والصالحات جمع صالحة، إنها والله لعبادات الله التي تعبدنا بها، أنزل بها كتابه وبعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي كل عبادة عبد الله بها، من إزالة الأذى عن الطريق، طريق المؤمنين، إلى الصلاة، إلى الجهاد، إلى الرباط، إلى صلة الأرحام، إلى البر، إلى الإحسان، كل عبادة عبد الله بها. تلك العبادة هي التي تزكي النفس وتطهرها، هي الصالحات. قال وهو مؤمن، والحال أنه مؤمن. الآن الصليبيون يبنون ماذا؟ يبنون الكنائس، يوزعون اللحوم، الأطعمة، كذا، ولن ينتفعون بذلك. ومن لطيف ما سمعت البارحة، سألني أحد الطلبة من أفغان من يوغوسلافيا، سألني بعض النصارى يبنون لنا المساجد، قلت له نعمة كبيرة هذه، عظيمة هذه، راغبوا فيما عند الله. لا شك أنهم فهموا، عرفوا أن المساجد نتائج طيبة، أهلها لا يكون فجارا ولا ظلما ولا لصوصا،
فقالوا نبني لهم مساجد ليعبدوا الله، فقلت صلوا فيها ونعم المساجد. قوله وهو مؤمن، مرة ثانية، من يعمل من الصالحات وهو كافر والله لا ينتفع بشيء منها يوم القيامة أبدا ولا تحسب له، لأن الأصل هو الإيمان أولا، فإن آمن العمل بعد ذلك ينتج له زكاة روحه وطهارتها. وفي القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعاصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى إذا أخر الصالحات يقول وعمل صالحا، لا بد من الإيمان. هل عرفتم الإيمان أنه بمثابة الروح وإلا لا؟ المؤمن حي والكافر ميت. والدليل ما البرهنة؟ هل نأمر كافرا بالصلاة؟ هل نأمر بالصيام؟ هل نأمره بالجهاد؟ الجواب لا لا. لماذا؟ لأنه ميت، حكم الميت، تكلف الميت. وهكذا يعيش أهل الذمة في بلاد المسلمين من يهود ونصارى، لا يؤمرون بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بالجهاد أبدا، ما نقبلهم حتى بالجهاد، وإن قالوا نستطيع إلا إذا اضطررنا إلى ذلك اضطرارا، لأنهم أموات، الميت يكلف. فإذا آمن العبد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حي حينئذ. قل له اغتسل والله يغتسل، اركع واسجد يركع ويسجد لكمال حياته. ومن يعمل من الصالحات وهو والحال أنه مؤمن فلا يخاف يوم القيامة ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما بأن ينقص من حسناته كمية ولو قلت، ولا يزاد على سيئاته ولو سيئة، فلا يخاف ظلما بأن يجحد من حسناته ويخفى منها شيء وما يثاب عليه، والله ما كان. ولا هضما بمعنى يوضع عليه سيئات وتزاد عليه. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع، وهيا بنا إلى هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان جهل المشركين في سؤالهم عن الجبال. بيان جهل المشركين في سؤالهم عن الجبال، يسألونك عن الجبال كيف، قل ينسفها ربي نسفا، علمه الجواب. نعم. ثانيا تقرير مبدأ البعث الآخر. لو كانوا يعقلون الذي أوجد الجبال وما كانت له أن يبيدها ويزيلها. نعم. تقرير مبدأ البعث الآخر. تقرير مبدأ البعث الآخر، كما علمتم الإيمان بالدار الآخرة ركن الإيمان، ركن الإيمان السادس، وهو من أعظم الأركان، والذي لا يوم بيوم القيامة والجزاء لا خير فيه والله أبدا، ولا يوثق فيه ولا يصدر منه خير أبدا. الكافر بيوم القيامة والبعث والجزاء لا يرجى منه خير أبدا، شر الخلق. نعم. ثالثا لا توحيد، فلا يشفع مشرك ولا يشفع لمشرك. كما سمعتم لا شفاعة لغير أهل التوحيد، لا الكافر يشفع ولا يشفع فيه. وقد بينت لكم لا بد وأن يأذن الله لمن أراد أن يشفع، بدون إذن فلا لا. ثاني أن يشفع في من رضي الله عنه أن يدخل الجنة، لو يشفع الرسول في أبي جهل والله ما يشفع. نعم. رابعا وأخيرا بيان خيبة المشركين وفوز الموحدين يوم القيامة. الحمد لله، بيان خيبة المشركين وفوز الموحدين.